احنا فعلا موجودين اليوم في دوار البدع، نقول يعني يعطيهم العافية الهيئة العامة للطرق والنقل البري اللي تم افتتاح الجسر الشمالي اللي في دوار البدع، راح نتكلم عنه أكثر وأكثر، اللي باتجاه من السالمية إلى المسيلة. راح ناخذ أكثر عن هذا الموضوع مع المهندس علاء التركي مدير المشروع في الهيئة العامة للطرق والنقل البري. مهندسة، أول شيء نقول لك مبروك، يعطيك العافية وعساش على القوة. الوعد اللي وعدتنا إياه صدق فعلا أثبتت وعدكم أن أنتوا فتحتوا الجسر في الوقت اللي أنتوا حددتوه. الحمد لله احنا افتتحنا الجسر بالوقت المحدد السبت اللي طاف، والجسر هو من الاتجاه السالمية لاتجاه المسيلة بحارتين مع حارة أمان بطول 670 متر. ممتاز. هذا الجسر اللي تم افتتاحه الآن اللي هو من السالمية إلى باتجاه المسيلة، لكن يعني العمل اللي كان فيه، الدور اللي قمتوا فيه، الجهد اللي عملتوا فيه في هذا الجسر، كان يعني احنا اشتغلنا 24 ساعة عشان نقدر نفتتح بالتواريخ اللي عطيناها. هذا الجسر في الشمال، لكن خلينا نتكلم عن الجسر اللي في الجنوبي اللي هو الحين احنا واقفين عليه، اللي ان شاء الله خلال الفترة القادمة ان شاء الله الجسر الجنوبي راح يتم افتتاحه على شيء خلال شهر ونص. خلال شهر ان شاء الله بالضبط. مهندس، لو نتكلم عن الزراعات التجميلية اللي موجودة راح تكون ان شاء الله تحت هذا الجسر، انت فتحته وبعد كذلك بعد جزء من الدوار، وخلال الفترة القادمة إن شاء الله راح تفتحون جزء آخر. نتكلم عن الزراعات ونتكلم عن فتح جزء من الدوار. الزراعات إن شاء الله أول ما نخلص الشغل اللي بالجسر نفسه راح يتم تزيين الدوار، لأنه يعتبر من أهم دوارات دولة الكويت. مهندس، إحنا نتكلم عن العمالة الحين قاعد يشتغلون ما شاء الله ورانا، يعني هذه قاعد يركبون القطع الخرسانية في الجسر، عندكم ما شاء الله عمل كبير على هذا الجسر اللي إحنا فيه موجود. يعني شغالين احنا 24 ساعة عشان نفتتح بالأوقات المحددة بإذن الله. لو نتكلم عن عبارة الخدمات في المشروع. عبارة الخدمات هي عمل ضخم وراح يتم العمل فيه لآخر شهر بالمشروع، وللحين يعني احنا شغالين فيها وقاعد نصب فيها. مهندس، البعض يقول لك والله هذا احنا نشوف هذا الجسر انه خلاص والجسر الثاني انه شبه خالص، لكن في عمل تحت الارض، عمل اكبر من يعني من هذا الجسر، في عمل كبير، في خطوط مياه، خطوط كهرباء، في امور كثيره. الاعمال الانشائيه اللي بالجسر هي جزء بسيط من اعمال المشروع. المشروع يعني يتضمن وايد اشياء، مو بس اعمال انشائيه، عندنا اعمال خدمات تحت الارض، عندنا مثل ما قلت العبارة، احنا قاعدين نستبدل خطوط قديمة بخطوط جديدة، ففي أعمال وايد ضخمة بالمشروع. مهندس، هذا المشروع الحين خلصتوا من مشروع خلنا الجسر الشمالي، لكن الآن الجنوبي شغالين عليه، توقعاتكم مثل ما احنا توقعنا هذاك الجسر الشمالي تم افتتاحه، لكن هذا الجسر إن شاء الله متى راح يتم افتتاحه؟ إن شاء الله على شهر ونص إن شاء الله. خلال شهر ونص يكون هذا الجسر ان شاء الله خالص ان شاء الله باذن الله. مهندس، انتم دائما في مشاريعكم يعني تعطون خصوصيه حق المساكن اللي موجوده يمين الجسر ويسار الجسر، هل راح تحطون مثلا حواجز انه يعني تمنع انه من السياره تمر، لا يطل دخل هذا البيت او نشوف دخل هذا البيت؟ ان شاء الله راح يتم تركيب فيجن بارير لحفظ خصوصيه البيوت المحيطه. شنو ودك تقولين حق قائدي المركبات اللي موجودين تحت دوار البدع؟ احنا ما شاء الله بعض الزحمه تصير بسيطه، لكن فتحت الخطوط والمسارات اللي عملتوها قاعده تسهل اكثر واكثر. نتمنى ان يتعاونون معانا ويطولون بالهم معانا، واحنا قاعد نحاول كثر ما نقدر ان احنا نفتتح باسرع وقت ممكن، بس نطلب شويه يطولون بالهم. نقول الله يعطيك العافيه المهندس علاء التركي مدير المشروع في الهيئه العامه للطرق والنقل البري، عساك على القوه، ومثل ما انتم وعدتونا ما شاء الله عليكم تم افتتاح هذا الجسر بالوقت المحدد. ونشكر كذلك هيئه الطرق اللي يتعاونون دائما في مع تلفزيون الكويت ان احنا نكون اول باول في جميع المشاريع. مشكوره مهندسه، وراح نيجي ان شاء الله بعد شهر ونص نكون موجودين ان شاء الله في هذا الموقع قبل لا يفتتح هذا الجسر في المنطقه الجنوبيه، جسر شمالي وجسر جنوبي.